والشرطة واقفين يعني مو 50، أقل ال 50 متر، نزلوا من السيارة بديهم الشاشين وبديهم حربات، حطوا بظهر الحربات ما ندري بيهم ليش، من ذبحتوه بالشارع ليش؟ ثلاث نفرات ثلاثتهم نزلوا من السيارة مسلحين، ثلاثتهم سكاكين، مطالبنا اعدامهم، إذا ما انعدموا اعدامهم على ايدينا. متوازي طابقين عليه، طابقين عليه، ما عاد يردون يسلبوه. حالة قتل أخرى تشهدها محافظة النجف، هذه المرة لشاب في ريعان شبابه، للشاب مرتضى الذي تعرض لعدة طعنات بالرقبة إثر مشاجرة، توفي على أثرها متأثرا بإصابته. لنعرف تفاصيل أكثر حول هذه الواقعة التي تمثل يعني شكلا آخر أو واقعة أخرى من الفلات الأمني كما يوصف في محافظة النجف الأشرف، خصوصا في الأيام الماضية حالات قتل عديدة وحالات سرقة وتسليم كلها شهدها محافظة النجف. لنعرف تفاصيل هذه الحادثة مع أقارب المجني عليه الشاب مرتضى ليكلمنا حول هذه الحادثة وتفاصيلها وأسبابها. البقاء في حياتك أخي العزيز، ما الذي جرى؟ شو اللي صار مع الشاب مرتضى؟ اللي صار أنا قاعد بالكوفي، مرتضى قال لي جوعان تريد تاكل؟ قلت لا ما استوني متعشي، طلع راح يجيب أكله ويجي. 10 دقائق ورا الحكي هذا راح جاب لفته وجاب الطريق، خابرني قال لي أخويا سيارة لاحقتني، توازوا وياي لاحقوني، يردوني ياخذون من عند السيارة، الحق لي. أنا كنت قاعد بالكوفي شغلت سيارتي وطلعت، وين أنت؟ قال لي أنا صعدت الجسر مال مستشفى الصدر، ما أدري جوا الجسر مال مستشفى الصدر، المهم بهاي المنطقة. بين ما طلعت له أشار، إحنا بشارع الجنسية بشارع المحافظة، افتريت ورجعت وقفت أكو بالتقاطع اللي عبرك على شارع الكوفة، وقفت لهنا. أجا طب وهم طبوا وراه وأنا وراهم، مثل ما وصل إحنا يعني كلش قريبين على المحافظة، تباوع لها والشرطة واقفين يعني مو 50، أقل ال50 متر واقفين، ما شافوا كل يدورون وجوههم ولا كان أكو شيء بالموضوع. صفت مرتضى صفطة فوقه، ما لحقت أفتح 10، ماكو نص دقيقة، نزلوا من السيارة بديهم سكاكين وبديهم حربات، حطوا بظهر الحربات ما ندري بيهم ليش. شنو اللي صار؟ شنو اللي صار بالنجف؟ شنو اللي من الميدر بالنجف؟ شكو من الميدر بالنجف؟ شكو مخدرات بالشوارع، الحبوب بالشوارع، السيارات بدون ارقام، ناصبين سيطرات. تحاكي محافظ النجف قال لك والله السيارات راح يسجلوهن، تحاكي مدير الشرطه يقول لك انا ما له علاقه، يوقفك شرطه بالشارع ينكس سيارتك نكث، دولة ما شفتوهم؟ ثلاث شباب الشعر لهنا محفحفين، هاي ما تشوفوهم؟ ايش وقت تشوفوهم؟ ايش وقت تشوفوهم؟ حاله تسليب وسرقه عداوه؟ لا عداوه ولا ابد، ما عنده عداوه. الولد كاسب يطلع الصبح يرجع المغرب قاعد ينسولف، بس طلعت وياي ما يطلع ويا واحد، ما عندنا احد نعرفه، ما عندنا هكنا، ما ادري نمشي وياهم. انتوا لاحقيش تردون من عنده؟ من ذبحتوه بالشارع ليش؟ شنو الداعي اللي بالموضوع؟ شنو اللي داعي بالموضوع؟ محافظ النجف تحاكي باكر هم قال لك والله ذول هم مكبسلين، نطلعهم. ليش نطلعهم؟ العصابه كم نفر؟ ثلاث نفرات، ثلاثتهم نزلوا من السياره مسلحين، ثلاثتهم سكاكين. وين قاعدين؟ ماكو دورية فتشتهم؟ ماكو دورية قالت لهم انتوا وين رايحين؟ ما شافوا وش جولاتهم اصلا، غريبة مو؟ ما تفتهم شنو الحكي؟ شنو اجراء القوات الامنية؟ القوات الامنية ان شاء الله اللي صارت كل شيء ما صار. القوات الامنية بعدين اجوا وخذوهم وراحوا للمركز. اجوا وخذوا ادلة جنائية، انا اخذته ورحت بيه للمستشفى. ادى طعنة هنا وعدى طعنة بظهره، الطعنة اللي بظهره ما ادري بيها انا، بس هاي لازم الهياء. ما ادري بيها، طلع من ظهره يذب دم يذب دم الى ان وصل. شنو مطالبكم انت؟ مطالبنا اعدامهم. واذا ما انعدموا اعدامهم على ايدينا. خابره وعمه ما لحقوا يدقون علي، يعني ماشيه الان بالمستشفى. اثار ما لحقوا عليه يروحوا له يتلقوه. ما لحقوا. جابهم للشاعة الجنسية. وصلهم شاعة الجنسية ولقفوا. وهم يمي. متوازين بالسيارة طابقين عليه، ما ادري يردون يسلبوه، ما ادري. النجف ومن مدة بعيدة، من مدة يعني لا تقل عن السنة، تشهد انفلات أمني في كل في معظم مجالاتها الأمنية، حوادث قتل كثيرة. قبل مدة قتل شاب في المقبرة بدا من بارد، في اليوم الذي اختيل فيه هذا الشاب مرتضى اختيل معه أيضا ثلة من الشباب.